يا عم على تشانل تانية بقى. قال لي كل ماتريكس بتحقق كاركترستيك بولينوميال بتاعته. طب ايه هي كاركترستيك بولينوميال؟ احنا كنا بنجيب كاركترستيك بولينوميال او كاركترستيك ايكويشن عن طريق ان احنا بنحل الديترمنت اللي هو كاركترستيك ايكويشن دي من ان احنا بنحل الديترمنت اللي هو ايه ناقص لامدا اي ايكوال زيرو. ديت كان بيدينا بولينوميال في اللامدا وكنا بنحلها عشان نجيب الايجن فاليوز. كنا بنسمي الايكويشن دي كاركترستيك بولينوميال. طيب بقى سي مثلا تعال نفرض بشكل عام الكاركترستيك بولينوميال كان بالمنظر ده. A نوت زي A1 مضروبة في لامدا اس 1 زي A2 مضروبة في لامدا اس 2 دي بولينوميال بالدرجة N لأن أنا السيستم بتاعي اللي هو الـ A دوت فرض إن هو N في N. طيب فرض الكاركترستيك بولينوميال ديت N بالدرجة N. تمام زي ما احنا شايفين الـ A نوت والـ A1 والـ A2 دول لازم يطلعوا إيه؟ لازم يطلعوا أرقام ريال لأن اللامدا ما بتطلعش بالمجري. لازم تطلع ارقام ريل ولازم تكون كونست. تمام ف اكوردنج بقى للقاعده بتاعت كاري هاملتون ان انا اشيل كل لامدا واحط الماتريكس بتاعتي لان هي بتحقق كاركترستيك بولينوميال. فبالتالي لو انا شلت كل لامدا حطيت ايه هيطلع لي الايكويشن دي. اسمي الايكويشن دي ايكويشن 1. طيب ايه بقى الاوبجيكتيفز بتاعتي ورا القاعده ورا القاعده دي يعني انا هستخدم القاعده دي بتاعتي فين؟ طيب اول حاجه ان انا اقدر احسب او ان انا اجيت ليه انفرس. ليه انفرس بتاعت اي ماتريكس اقدر اجيبها بالطريقه دي. طيب تعال نشوف كده من المعادله ديت لو انا ضربتها من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال مش هتفرق في ايه انفرس. تمام لان دي دول كونستنتس. طيب لو ضربتها في ايه انفرس هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ايه نوت ايه انفرس زائد اي 1 مضروبه في الايدنتيتي ماتريكس لان انا بجمع ماتريكسين مع بعض ما ينفعش اجمع كونستنت مع ماتريكس تاني. فدي ايدنتيتي ماتريكس الاوردر بتاعها ان في ان طبعا. لازم تبقى نفس السايز. هنا A2 في A وهكذا. كل الكلام ده ايكوال زيرو. طب هات دي في طرف لوحدها A بس في طرف لوحدها ودي الباقي كله في طرف تاني. يطلع لي A بس تساوي سالب 1 على A نوت مضروب في باقي الترمات. طب تعالى ناخد مثال كده ووضح هنعمل ايه. طيب انا عندي A بيقول لي عايز A بس باستخدام كاري هاملتون. طيب احنا اول حاجه زي ما احنا شايفين لازم اكون عندي كاركترستيك بولينوميال. فاول حاجه جيت ذا كاركترستيك بولينوميال ان انا احل الديترمنت اللي هو ايه ناقص لامدا اي يكون زيرو. فالديترمنت ده شكله عامل ازاي؟ 2 ناقص لامدا 1 1 3 ناقص لامدا الكلام ده ايكوال زيرو. فيطلع لي الايكويشن عامله ازاي؟ تعالى نفك الديترمنت ده 2 ناقص لامدا 3 ناقص لامدا ناقص الواحد ايكوال زيرو. طيب تعالى نفك هيطلع لامدا تربيع ناقص 5 لامدا زائد 6 ناقص 1 صح كده؟ ولا في غلطه؟ صح طيب ايكوال زيرو. هيطلع لامدا تربيع ناقص 5 لامدا دول كام؟ 5 زائد 5 ايكوال 0 تمام؟ طيب اكوردنج بقى لكالي هاملتون مش هتقدر تحول لـ A تربيع ناقص 5 A زائد 5 ايكوال 0 صح ولا لا؟ تمام اضرب كده في A انفرس هيطلع لي A ناقص 5 مضروب في الايدنتيتي زائد 5 مضروب في A انفرس كل الكلام ده ايكوال 0 يبقى يطلع لي A انفرس يساوي سالب 1 على 5 مضروبه في اودي دي الناحيه الثانيه واسمع على سالب 1 على 5 يطلع لي ايه؟ A ناقص 5 اي او ممكن اكتبها بالصوره دي 1 على 5 5 اي ناقص A. طيب يبقى A انفرس يساوي 5 اي يعني ايه؟ يعني عندي على الدياجونال 5 اي عشان واحد على خمسة اهي وعندي على الدايرة خمسة يبقى هنا خمسة وهنا خمسة زيرو زيرو ناقص الـ A بتاعت اللي هي اتنين واحد واحد تلاتة. باشمهندس ممكن بس من أول الخطوة دي تاني؟ أول خطوة دي؟ اه هنا أنا عملت إيه؟
عندي 5 اي، الاي دي عباره عن 1 1 وهنا 0 وهنا 0 تمام، لو بضربها في 5 هيطلع دايما 5 تمام. هي الاي دي جت منين؟ انا بجمع الكيسز مع بعض تمام. الاي دي جت منين؟ ان انا لما ضربت هنا في اي امبرس طلع لي ايه؟ ناقص 5 لوحدها زائد 5 اي امبرس. طيب ما ينفعش اجمع سكيلر كده مع ماتريكس، 5 دي معناها ان هي 5 مضروبه في الاي دي عشان يبقى تجمع الكيسز مع بعض تمام. فايدنتيتي تبقى طبعا من نفس الديجري بتاعت الاي اللي انا بجمعها او الكيسز اللي انا بجمعها. طب الاي عندي 2 في 2 فلازم الايدنتيتي تبقى 2 في 2، فلما اضربها في 5 هتطلع على الدايجونال 5 تمام اهي. والاي بتاعتي نزلتها زي ما هي 2 1 1 3 واطرح من بعض هيطلع لي ايه؟ في 1 على 5 بره وهنا هيطلع لي 3 سالب 1 سالب 1 2 تمام. دي الاي امبرس خلاص حسبتها تمام. طب تعالى كده نتشيك، احنا بنعرف ازاي نحسب باي انسبكشن الاي امبرس بتاعت ماتريكس 2 في 2. تعالى نعملها كده تشيك. طبعا التشيك دوت لو كانت ماتريكس 3 في 3 هتعمله على الكالكوليتر. طيب تعالى نعمل التشيك كده، اكس الاكس المين دايجونال هيبقى هنا 3 وهنا 2، اكس شرط الاوف دايجونال اسم على الديترمنت 5 3 6 ناقص 1 5 طلعت لي اهي تمام. يبقى انا كده صح. دي اول حاجه استخدمنا فيها الكلام. طيب تاني حاجه استخدم فيها الكلام ان انا احسب فانكشن اوف ماتريكس. احنا خدنا الطريقه اللي فاتت ان احنا نحسب الفانكشن اوف ماتريكس بطريقه الديجنرايزيشن، المره دي هناخد طريقه ثانيه ممكن يقول لك احسبها بالطريقتين في الامتحان. طيب ان احنا نحسب فانكشن اوف ماتريكس يعني عايز احسب اي تو ذا باور اي، اي دي ماتريكس او ساين اي او ساين اي او لين اي اي حاجه. طيب طبعا الاثبات مش عليكم، الاثبات دوت هيدينا في الاخر ايكويشن بالمنظر ده، فانكشن اوف اي تساوي كونستنت في ايدنتيتي زائد طبعا ايدنتيتي ده زي ما احنا قلنا بيبقى ان في ان طبعا ماتريكس دي بدرجه ان سي سي 1 في اي زائد سي. نتيجه بقى ان احنا نستخدم كلمه هاملتون ان دي ايكويشن دي كاركترستيك او بولينوميا هتحقق لي طبعا اي فاليوز بتاعتي نتيجه او كل القاعده اللي هي كان من فلو احنا حطينا دي فانكشن لاندا 1 هشيل كل ايه واحط لاندا 1 والفانكشن لاندا 2 هشيل كل ايه واحط لاندا 2. اولا انا عايز احسب ايه اصلا في هنا؟ انا عشان احسب الفانكشن اوف ايه دي اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي دي تو ذا باور ايه او ساين ايه او وات ايفر فانكشن، فلازم احسب دي المجاليل اللي عندي سي 1 سي 2 لحد سي ان ماينس 1. فدي المجاليل اللي عندي عشان احسب البولينوميال دي صح ولا لا؟ انا دلوقتي عايز احسب الكونستنت دي. طب انا عشان احسب الكونستنت وانا عندي ان عندي ان لامدا بتحقق لي الايكويشن دي، يبقى انا عندي ان لامدا بتحقق لي الايكويشن ديت وانا عندي ان انونز اللي هو السي من اول السي نوت لحد السي ان ماينس 1، يبقى انا اقدر اعوض ان لامدا واجيب ايكويشنز ان ايكويشنز يطلع لي ان ايكويشنز وفي ان انونز اللي هما من اول سي نوت لحد سي ان ماينس 1 تمام. اقدر ان انا اكتب الكلام دوت طبعا زي ما احنا شايفين دول لينير ايكويشنز صح ولا لا؟ العلاقه ما بين الفاريبلز بتضرب كونستنت فدي لينير ايكويشن، اقدر اكتبها في صوره ماتريسيز بالمنظر دوت تمام. تقدر تحلها باي طريقه، تحلها على الكالكوليتر ممكن تحلها لو طلب منك تحلها بجاوس الميليشن اي حاجه تقدر. طب تعالى ناخد مثال نشوفه نطبق الكلام ده ازاي. طيب يجيلي يديني ماتريكس بالمنظر دوت وبيقول لي عايز احسب الاي تو ذا باور اي وعايز احسب الساين باستخدام الكلام ده. طيب اول حاجه ان انا عايز اجيب الاي تو ذا باور اي زي ما احنا شايفين هنا عشان احل الايكويشنز دي لازم يكون عندي كام لمبه. يبقى انا اول حاجه في المسائل دي بحسب اجيب اللمبة. يبقى اول خطوه ان انا اجيب اللمبة او الاي فاليوز بتاعتها بحل كاركترستيك بولينوميال اللي هي ايه ناقص لمبة اي ايكوال 0
هيطلع لي الديمنت شكله عامل ازاي؟ سالب واحد ناقص لندا 0 2 0 سالب لندا 0 4 0 1 ناقص لندا كل الكلام ده يكون 0. لما تيجي تفك الديمنت ده هيطلع لك اللندا يكون 0 3 سالب 3 دي لندا اي وانا عندي الاي يساوي 1 2 3 يعني عندي ثلاث حاجات. خلاص حسبت اللندا يبقى دلوقتي هعمل ايه؟ اكتب الماتريكس تمام؟ عشان اكتب الماتريكس دي، الماتريكس دي بتقول لي ايه؟ والله انا عندي الان لان كل ثلاثة ما يطلعش شكل الماتريكس واحد 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 وهنا لندا واحد لندا واحد تربيع هنا لندا اثنين لندا اثنين تربيع لندا ثلاثة لندا ثلاثة تربيع مضروبة في C note, C1, C2, يساوي F لندا 1, F of لندا 2, F of لندا 3. لأن أنا عندي أصلا الإيكويشن اللي هي F of A J E to the power T يساوي إيه بقى؟ C note, identity, زائد C1 A زائد سي 2 في تربيع فدول المجاهيل اللي عندي احسبهم من السيستم ده. فتعالى كده نملى الماتريكس دي عندي واحد لندا 1 يكون 0 لندا 1 تربيع هيبقى 0 برضه هنا واحد لندا 2 3 لندا 2 تربيع 3 تربيع اللي هي 9 هنا واحد لندا 3 اللي هي سالب 3 لما اجي 4 هنا يبقى 9 برضه مضروبه في 0 سي 1 سي 2 تساوي اف اوف لندا 1 اللي هي دي تساوي 1 دي تساوي 0 سوري وهنا دي تساوي 3 وهنا دي تساوي نيجاتيف 3 تمام. الماتريكس دي سهله جدا تكتبها على الاله تجيب الانفرس بتاعها تضربه في الفيكتور دوت سي 1 وسي 2 هنا اقدر بسهوله جدا اجيب السي نوت والسي 1 والسي باشمهندس معلش بس ثانية هو هنا احنا قلنا اي باور 0 اي باور 3 اي باور ماينس 3 هو الفانكشن بتقول اي باور ايه مش اي باور لامدا تمام تمام وانا عايز اسال اصلا الاف اوف اي دي اللي هي اي تو ذا باور اي يبقى اف اوف لامدا 1 اي تو ذا باور لامدا 1 تمام اف اوف لندا 1 هي تبقى الفانكشن بتاعتي اشيل كل الاي فيها واحط لندا 1 يبقى عندي اي تو ذا باور لندا 1 اللي هي مسيف وهي اف اوف لندا 2 اللي هي اي تو ذا باور 3 وهكذا. طيب تعالى نشوف كده الحاله الثانيه اللي انا عايز اجيب ساين خلاص هتلاقي بقى عمليه سيستماتيك جدا. اول حاجه اجيت اللندا انا عملتهم حسبتهم اصلا خلاص يبقى لندا اي تساوي 0 3 يساوي 3 خلاص عامل انا عارف ان الاف الاي بتاعتي اللي هي الساين باشمهندس معلش اي تساوي باشمهندس نعم انا مش فاهم بس مش فاهم مش فاهم سي نوت الاي زائد سي واحد في الاي زائد سي 2 الاي تربيع طيب هنا السي نوت والسي 1 والسي 2 اكيد هيختلفوا عن دول صح ولا لا؟ لان الفانكشن نفسها بتختلف فطالما الفانكشن نفسها بتختلف يبقى الكونفكتنس دي هي اللي هتختلف. هسميهم مثلا سي 1 داش وهسميها سي نوت داش قصدي سي 1 داش وسي 2 داش عشان تبقى عارف ان دي مختلفه عن اللي انا حسبته. فبدوري دلوقتي ان انا احسب الفاريبلز دي طب هعمل ايه عشان احسب الفاريبلز دي؟ املى الماتريكس تاني وتعالى لما واحد 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 زيرو زيرو ثلاثة تسعة ثالث ثلاثة تسعة وهنا سي نون سي واحد سي اثنين داش طبعا يساوي ايه بقى؟ ساين زيرو ساين الاف بقى وصلنا واحد اللي هي ساين زيرو ساين ثلاثة ساين سالب ثلاثة مش حولهم طبعا دول ريديانس
تمام؟ خلاص هذا انا جبت سي 1 داش وسي 1 داش وسي 2 داش، ارجع للكوشن دي اعوض فيها واجمع الكويسيت مع بعضيها، عرفت احسب الخبر ده تمام؟ سيستماتيك جدا ما فيهاش اي حاجه. فانكشن اوف ايه بتطلع بكام؟ احنا جبنا الكونست بس ماشي، هنضربها في الماتريكس زي مثلا السي دي 3 بي 2 ودي ده ب 3 ودي ده ب 1 تمام؟ ليه؟ هعمل ايه بقى؟ هقول ان ساين دي ب 0، سي نوت فاي اللي هي بتبقى عامله ازاي؟ 2 في 3 بس هحسبها له كده مش هحسبها. زائد 3 في الايه؟ الايه بتاعتي فين؟ اهي سالب 1 0 2 0 0 0 4 0 1 زائد هنناقص بقى الايه تربيع اللي هي سالب 1 0 2 0 0 0 4 0 1 خالص سالب 3 انا كل سنه عندي 2 3 وسالب 1 سالب 2 3 وسالب 1 بس هتسيب بيها الكالكوليتور عادي سهله تجمعي بقى المتحسين مع بعض تحسب الانفرس على الاله ازاي؟ الانفرس على الاله ازاي؟ تجيب معاك الماتريكس تختارها على سكه ساعات